وفي نشرة سابقة نوهت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زين الرئيسة مجلس النواب إلى جملة من المنجزات التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وأكدت معاليها أن ميثاق العمل الوطني مشروع حضاري انطلق من رؤية ملكية حكيمة. تعود لنا الذكرى 20 لانطلاق المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، لتطلبنا على مشهد شكل انعطافة مهمة لم يشهد مثلها تاريخ البحرين. اجتمعت خلالها إرادة الحكم مع تطلعات الشعب، فشكلت بذلك نقطة انطلاق المسيرة الديمقراطية، وخطى التطوير والبناء خطوات واسعة، فبلغت ما نراه اليوم من نهضة تنموية شاملة وإنجازات واسعة. كل ذلك يؤكد أن ميثاق العمل الوطني لم يكن مجرد وثيقة لمرحلة زمنية محددة، بل مشروعا وطنيا حضاريا ومستقبليا انطلق من رؤية ملكية حكيمة صاغت مرحلة تاريخية استثنائية، وأسهمت في تشكيل مشروع وطني رائد حظى بتقدير وإعجاب العالم، وأنتج على مدار عقدين من الزمن نهضة شاملة، ورسخ دولة المؤسسات والقانون، ومكن مملكة البحرين لتكون منارة للتقدم والرفعة والازدهار. وبهذه المناسبة أعرض عن بالغ الفخر والاعتزاز بما تحقق للمرأة البحرينية من تقدم وتطور وحضور فاعل في جميع المجالات، انعكاسا لما جاء في ميثاق العمل الوطني، وبفضل الدعم الذي حظيت به من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وحرص واهتمام من صاحبة السمو الملكي الأميرة شبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.